مساء الخير يا استاذنا، النهارده ان شاء الله هنبدا اللي كملناه اللي عملناه المره اللي فاتت. اول حاجه انا بضغط شيفت دلوقتي من بفتح البرنامج، بيفتح معايا من التصميم من الداخل، تمام. اول حاجه هنعمل جدول للعملاء، هنكون فيه رقم العميل رقم العميل اسم العميل العنوان التليفون، اي حاجه تحب تضيفها هنا بتضيفها. احنا اللي يهمني هو رقم العميل، وبخليه مفتاح اساسي وبخليه رقم او عمله، مش مشكله، بس خلينا احنا نعمل رقم. هنا حجم الحقل، حجم الحقل عاده نخليه 50، يعني الحاجات ديت مثلا اوكي 100 بتاع، لكن ما تسيبوش 255، 55 كتير جدا يعني. هو ده بيخلي حجم البرنامج بس يبقى كبير، التسجيل بيسجل. تمام، هنسمي ده العملاء. تمام، نفس النظام هنعمل. طب خلينا نمشي العملاء، نعمل النموذج بتاعه الأول بالمعالج وننقلهم كلهم جنب التاني عمودي. اوكي العملاء، تمام كده شكل النموذج بالشكل ده. خلينا نظبط الشكل شوية، نخليه منبسط منبسط عشان زي ما قلنا يكون خارج الشاشة. العرض مثلا نوع منه 7، اليسار بتاعه تمام. ثانية واحدة برجعلك. عايزين بقى هنا أول حاجة لما أنا بفتح كده، عايزين نحط نخليه يجيب لي رقم أصغر، أكبر رقم موجود عنده ويزود عليه واحد. عادة إحنا عشان الشغل بتاعنا يكون مظبوط إحنا بنحط رقم عميل صفر في الأول، بس إن هو يبدأ يعد معايا من واحد، وبستعمل الرقم صفر ده في حاجات غير تخص العملاء بنشوفها دلوقتي، يعني حاجات بتيجي مش النهارده بس بتيجي ايه لاحقا ان شاء الله. اول حاجه انا بقول له هنا القيمه الافتراضيه بتاع الحق بتساوي دي ماكس، يعني اكبر قيمه فيه. انا بعمل بس الايه البنيه الاساسيه زائد واحد أكبر حق في إيه؟ في جدول العملاء، هنا العملاء، هنا اسم الجدول، تمام؟ وهنا اسم الحق، اسم الحق رقم العميل، أوكي؟ يبقى كده أول ما هفتح هيجيب لي العميل الأول، لما هجيب اللي بعده هيجيب لي رقم واحد، طيب، أنا عايز أتحكم، مش أتحكم عن طريق الأزرار اللي تحت دي عشان الشكل ميبقاش ظريف أحيانًا، وأحيانًا بحب إن أنا اخش العميل مباشر. عايز اعمل هنا ازرة فوق هنا اتحكم من خلالها واشيل من الحاجات اللي موجودة معايا تحت، تمام. خليني احط حقل هنا في النص وزر على اليمين. انا مستعملش الماكرو لان الماكرو بيتقل البرنامج وبعدين لاحقا بيعمل مشاكل، خلينا نستعمل اكواد افضل. انا هقول مثلا ان العرض بتاع دول هيكون 1 والارتفاع بوينت مثلا 8، تمام، والاعلى بتاعهم خليه الوقت مثلا بوينت 1 كده عشان بس اظبط الايه الاماكن، تمام. القيمة الافتراضية هاخدها من هنا عشان اخليها فوق كمان، يعني هتكون موجودة هنا وهنا. ده السابق وده التالي. طيب خليني اول حاجة اغير اساميهم عشان لما هنقلهم، يعني بص انت وانت شغال حاول تساعد نفسك، الحاجات اللي هتتكرر تخليها باسماء انت محددها
علشان لما تاخد منها نسخ تكون جاهزة تتنقل معاك من مكان لمكان بدون أي مشاكل. ده مثلا هخليه دبليو واحد، يبقى الحقل في نص سميته دبليو واحد، الحقل اللي على اليمين سميته بي واحد وده بي اتنين. طيب عايزين نغير بس الصورة دلوقتي بشكل سريع كده. هنا الأشكال اللي موجودة معايا فاكس، تمام. خليني مثلا أختار السهم ناحية اليمين وده السهم ناحية الشمال. هنا الكتابة هنخليها أو التسمية التوضيحية السابق، وده التالي، ماشي. طيب هنا السابق والتالي مش ظاهرين، لو علمت عليهم اتنين كده انا ضغطت كنترول وانا بعلم عشان بس يظهر معايا. شوف هنا التسمية التوضيحية للصورة هنا بلا، لو عملتها شوف الاسم بدأ يظهر معايا، بدأ يظهر في أماكن مختلفة على حسب ما أنا بحدد. خليني زي ما هي كده، تمام. نعطيها بس بونت واللون الأسود والخط 16 مثلا، ودي برضه خليهم نفس النظام، تمام. شوف شكل النموذج، خلينا نحذف كمان نحدد سجلات وزارة الانتقال عشان يكون باين معنى شكل النموذج ده. النموذج بالشكل ده، تمام. لسه ما عملناش ايه. طيب انا عايز اقول للبرنامج دور لي على السجل اللي موجود هنا في دبليو 1، تمام. باجي هنا في البيانات بضغط على الثلاث نقط عشان يفتح لي استعلام، رقم العامل واسمه والعنوان، واكتب له عنوان الحقل اللي بره ده. الحقل ده فيه نموذج، بقول له فورم اي نموذج العملاء، اي حقل اللي هو هيدور عليه حقل دبليو 1. خلاص كده انا عملت له ان هو يدور على دبليو 1. لما بفتح بيدور، شوف لاحظ ما عادش جاب صفر زي الاول، عاد بيجيب لي على واحد على طول. طيب هنا عايزين التالي ده يزود الرقم ده واحد ويعمل ريفرش، والسابق ينقص الرقم ده واحد ويعمل ريفرش. هنحط له حدث عند النقل، هنقول له W واحد بتساوي W واحد ناقص واحد، تمام. وبعدها الريفرش بتعمل ازاي؟ بتعمل دون سلومات بكوح، تمام. طيب التالي اللي هو هيزوده واحد، نحاول نمشي حاجات بسيطة حاجات بسيطة، لكن النتيجة تكون كبيرة معانا إن شاء الله. لكن هنا بزود واحد. طب هو ما بيزودش تحت ليه؟ لأنه مش هيزود رقم عميل من غير ما يكون عنده العميل ده. يعني شوف لما جبت صفر راح جايب لي مغير لي هنا صفر. طيب الرقم ده أنا مش عايز العميل يتحكم فيه، على أساس إن هو هيكون واحد اتنين تلاتة تسلسل أنا هجهزه يعني. فباجي هنا عليك وأعمله تمكين لا تأمين نعم. أوكي. خلينا نبدأ نسجل مجموعة عمل عن طريق الكود ده. هنا نلاحظ ان هو بدأ من اسم العميل على طول، هنقول اسم العميل مثلا سيد والعنوان من الحبيب. اوكي، لاحظ ان هو راح جايب اتنين، نقول محمد وذكر، تمام. يبقى كده احنا عملنا العمل. طيب عايزين نعمل الموردين، نفس النظام بالظبط. نيجي على العملاء على الكود، هنقول رقم المورد، اسم المورد، العنوان، رقم الهاتف زي ما تحب. المهم هنا هنخليه برضك رقم، تمام، ونخليه مفتاح اساسي. مفتاح اساسي عشان ما يتكررش، عشان لما اقول له جيب لي رقم كذا يعرف يجي يخش الجدول ويجيب لي اسم الشخصيه.
يعني مكتوب له رقم فلان يجيب لي اسمه. لا، الموردين. تمام، الموردين. نعمل النموذج بتاع الموردين. بس انا هل يعني اعمل تاني كله من الاول؟ لا، مش مشكله، عندي النموذج بتاعه فاقوم واخده اقول له الموردين ونشوف الحاجات اللي هنعدلها. اول حاجه بنخش على الاستعلام. الاستعلام كان معمول للعملاء، بقوم انا جايب اظهار اداء الموردين. لو حذفت العملاء بقت هيقوم حذف اللي تحت ده، بس خلينا ادرك دول. كنترول اكس، هنعدل ده بدل العملاء نخليه الموردين. اوكي، تمام. ما ننساش احذف ده، اعلم عليه وارمي له حذف، خلاص اتحذف. تمام، بنزل تحت هنا في الجزء ده بلاقي طبعا كلهم راح معلم عليهم على اساس ان هم الاسماء مختلفه. تمام، ممكن نحذف ده خالص، خلينا نحذفهم وننزلهم من جديد. انا ممكن اعلم عليهم كده، انا بعلم بيه وانا ضغط كنترول او شيفت زي ما احب عشان اجيبهم يمين وشمال. انا كنت فاكر ان انا كنت عامل ده 7. العرض بتاعه خلينا نقول مثلا اليسار، اليسار 1 والعرض 7. تمام، ودول العرض 2 واليسار 8. اوكي، طيب هنا كان بيجيب لي اول رقم او اخر رقم تم التسجيل بيه كعميل. احنا عايزين نجيب مورد بقى، هنخليك مورد. فكل حاجة ان احنا نيجي هنا ونقوم قايلين له ايه رقم المورد في جدول الموردين. تمام، بناخد الكود من هنا وننقله هنا. اوكي، خلينا نفتح كده ونشوف ايه اللي حصل. مفيش اي حاجه، ليه؟ لان مفيش عندي رقم مورد صفر. حطينا رقم مورد صفر، شوف هيفتح معايا ازاي. فتح معايا من 1. تمام، انا لسه ما خليش الخليه دي محميه، خلينا نقول علي. شوف راح اسجل 2، محمود جاب 3 ونبدا نشتغل. طيب انا عايز اقول له روح لي اول واحد اهو، اللي بعده اللي بعده كده. طيب انا عايز اقول له لما اكتب لك هنا رقم 1 يجيب لي رقم 1. دي من ثاني اعملها برضك في النموذج اللي فات. كل الحكايه ان انا هقول له هنا بعد التحديث، مش عند النقر بقى، بعد التحديث. تمام، اقول له كود اللي معانا هنا بتاع الريفرش. تمام، نسيت انا احطه في الكود اللي فات ده. طب خلينا نخش على العملاء، نقول له هنا بعد التحديث، بعد التحديث، بعد التحديث. تمام، ريكورد. تمام، خلينا نقفل دول ونحفظ الموردين. انا نسيت اخلي الخليه الاولى مؤمنه ومحميه. بيانات، نقول له تمكيننا، تامين. بنحاول نريح نفسنا واحنا شغالين على اساس ان ما نغلطش كتير. تمام، نفتح كده قال المورد رقم 3، لو كتبت له رقم 1 راح مدور لي عليه وجايبه. جميل، عايزين نربط الحاجات دي بالواجهه. تمام، هذا زر، بعمل كنترول سي وكنترول في. هنا العملاء وهنا الموردين. تمام، نفس الكود اللي عملناه في المستخدمين هنعمله هنا. الموردين لما احسن عملت الموردين مكان العمل. ماشي، انا مش مشكله. انا ده العملاء وده الموردين. تمام، خلينا نفتح الخلفيه، نخش سين 1 2 3. فتح معايا
دي قطع الموردين جاب الموردين، بس تلاحظ ان انا مكتوب كلمة العملاء، خليها عندي. لكن لما نفتح العملاء فتح معنا العملاء مفيش فيه أي مشكلة. تمام، نشيل برضك أزالة الانتقال ومحدد السجلات من النموذج ده. هنا الاسم اللي احنا شفناه في الأعلى ده عايزين نعدله من هنا، التسمية التوضيحية، لأ ده الموردين. ليه جه العملاء؟ عشان كنت واخده كوبي وبيست. يعني واحنا بناخد كوبي وبيست برضك في حاجات بنحب نعدلها. خلينا نروح نقول له محدد السجلات، لا ازاله الانتقال، لا تمام. الخلفيه برضك نشيل منها محدد السجلات وازاله الانتقال. الخلفيه هنشيل منها محدد السجلات وازاله الانتقال. تمام، خلينا نعمل كمان المنتجات بتوعنا اللي هي العطور او الحاجات دي. تمام، خلينا نقول كود الصنف، وهنا هيكون عندنا توقف. هل الاكواد عندك فيها ارقام ولا مفيش فيها ارقام؟ فيها قصدي حروف ولا لا؟ يعني احيانا في مجالات بيكون الكود بيحط فيه حروف، فهنا هنتوقف. يا ريت لو تبلغني لما تشوف الفيديو الاكواد عندك فيها ارقام ولا لا. انا هشتغل على ان هي ارقام، مفيش فيها ارقام. تمام، اذا فيها مفيش فيها حروف، اذا فيها حروف بلغ. اسم الصنف، هنا سعر الشراء، سعر البيع. لو بتجيب من مورد محدد هنقول له رقم المورد. تمام، ما بتجيب بتسيبها عام، خلاص عام. هنا نوع الحقل عملة، عملة ليه مش رقم؟ عشان العملة بتقبل الكسر، الأرقام ما بتقبلش كسر. تمام، ده هنقول الموردين، الأصناف. ما حطيتش مفتاح اساسي، بقول له لا واحط انا مفتاح اساسي مش هنزل. نعمل نفس الفكره اللي عملناها، بس خليني برضك اخد العملاء اللي معانا ندوخهم دول، نقول الاصناف. تمام، عشان بس التنسيقات اللي احنا عملناها فيه ما نرجعش نعملها تاني. الاصناف حابب تعملها تاني مفيش اي مشكله، انت بتمرن ايديك مش مشكله. نمسح دول ونقول هنا نخش، حتى خلينا نمسح ده كمان اهو وابدا اعمل استعلام من الاول. مش مشكله خالص، يعني مش لازم ايه كل حاجه تكون اهو. اضغط عليهم عشان ينزلوا معايا تحت. انا بقول له فورمز الاصناف الحقل دبليو 1. تمام، اوكي جميل. ادراج دي الحاجات دي لو ضغطت شفت علمني عليهم كل مره، طبعا كل حاجات بسيطه يعني. اليسار بتاع ده هنخليه 8، اليسار 8، لا اليسار العرض هو ال 8، اليسار هيكون 1، لا اليسار 8 والعرض 2. تمام، ودول اليسار 1 والعرض 7. تمام، نطلع فوق شوية. القيمة الافتراضية هنا هنقول جد رقم الصنف في جدول الأصناف، وخلينا ناخد القيمة كلها كوبي، ننزل نحطها هنا كنترول في، نخليه تمكين لا تأمين. نعم، طيب هنا خلينا نشوفها الأول عشان تكون واضحة. خلينا نقفل ونفتح تاني، واضح إن فيه غلط الأصناف، واضح إن فيه غلط في الكتاب. تمام، الأصناف رقم شوف هنا أنا كاتب كل الصنف وهنا رقم الصنف، عشان كده هو ما شافوش، ما عرفش إيه الحاجة اللي أنا كاتبها. طيب نعلم على الاتنين، راح جايب لي عشان أعدل في الاتنين مرة. ده كود. اوكي، هنا خلينا نضيف اول ما نضيف اللي هو ده رقم صفر اللي بيظهر معانا على طول ده. هنيجي هنا نفتح الاصناف، فتح معانا من رقم واحد. تمام مظبوط، بس هنا كتبت مثلا هنقول عطور
إلها زي ما قلت مثلا هنا 10 وهنا 15 أو 25، واحد مش جبل. هنا صاير جنبهم العملة بتاع الجهاز دي مين، لكن أنا مثلا مش عايز تظهر العملة، بقوم جاي معلم عليهم اتنين كده بس إن هما تنسيقتهم نفس التنسيق، وهنا عملة بقوم جايبه عامله إيه؟ إما رقم وإما قياس. قياس هيظهر جنب منه الصفرين، رقم لو فيه كسور هتظهر، ما فيش كسور مش هتظهر. تمام، نشوف يظهر بالشكل ده. تمام، في حاجات كتير تتعمل بس خلينا خطوة خطوة. الواجهة، هنيجي على الواجهة هنا ونقوم عاملين زر جديد ونسميه في الأصناف، ونربطه بالنموذج عند النقر، نقول له نحط الكوبي. أنا عادة ما بحفظش حاجة يعني الأصناف، ما بحفظش حاجة، الحاجة يعني تاخدها كوبي تفتح برنامج القديم تاخد منه، ما تحاولش انك تحفظ الكود، هتطول الاكواد كتير والدنيا مليانة. تمام، اول حاجة عايزين نعملها بقى، واحنا كده تقريبا خلصنا الحاجات الاساسية. انا عايز اوريك ازاي احنا بنقفل البرنامج. تمام، من غير ما الغي الشيفت، يعني موضوع الغي الشيفت ده هنعمله لاحقا في الختامات يعني، بس احنا هنيجي هنا في الاعدادات وخلينا نشيل الزر ده ونشيل علامتين السحابة. تمام، وعشان احنا في وضع التصميم لسه في الاول، خلينا نحط برضك ايه عند الضغط. دلوقتي هو بيقول لي ان هو هيطبق بعد ما اقفل وافتح. تمام، انا بقفل وارجع افتح البرنامج تاني واخش اجرب اللي نعمل. طب كده الجزء اللي كان هنا اختفى، تمام، بس الجزء اللي فوق هنا لسه موجود، واقدر ان انا اخش من هنا حتى لو قفلت دي، اقدر اخش هنا واجيب خيارات تاني وحركات زي كده. احنا عايزين نخفي الجزء ده كمان. تمام، عايزين نقول له ان انا اول ما افتح، انا لو اقدر شيفت عشان فتحت من الداخل تاني، عايز اقول له هنا ان لما افتح الخلفيه يشيل لي الجزء اللي فوق ده كمان. ده عباره عن كود انا جبت حطيته هنا في الملف وورد، انا عايز بس يخفي لي الجزء اللي موجود في الكود ده زي ما هو كده. ناخد كوبي، زي ما بقول لك الاكواد كتير، هنحاول ان احنا ما ندوخش نفسنا بيه. قول له عند الفتح قبل ما يفتح النموذج التاني كمان، نقول له هنا ايه، اعمل لي اخفاء للحقوق. تعال نشوف كده، لاحظ لما اتفتح البرنامج اختفى كل شيء وبظهر عندي بس البرنامج بتاعي. احنا نسينا نحط زر الإغلاق ده على فكرة. طيب نعمل زر الإغلاق، في الموردين في دخول المستخدمين هنا نحط زر الإغلاق، وبرضك ممكن نحطه في الواجهة برضك على أساس إن احنا نقفل البرنامج. هو كله بسيط، برسومات واحد انهاء. تمام، لو طلعت من فتحة البرنامج كان ظاهر موضوع 2007 والكلام ده، خلينا نقول إيه، نيجي هنا وفي الأدوات نسمي البرنامج عنوان التطبيق، هنقول مثلا عطور. أو أي اسم حضرتك تختاره. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالنهاردة. مش فاكر إيه الرسالة اللي أنا عملت لها موافق دي، بس أنا إن شاء الله خير يعني. لاحظ اتشال كلمة أكسس اللي هنا وظهرت كلمة عطور وزر الإغلاق بينهي البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.